انطلقنا من بريدة إلى المذنب حوالي الساعة والنص، خلونا نكتشف أهم مواقعها السياحية، هيا بنا. ما في بريك. إذن أنا حاليا موجود في منتزه خرطم اللي موجود في محافظة المذنب. هذا المنتزه المميز فيه أنه جوه دائما جميل، وفي مصلى وفي مسطحات خضراء وأماكن ألعاب أطفال ومرتفع مثل ما تشوفون، ومستخدمين في تجهيز كامل يعني للرحلات الخارجية للعوائل. من الأماكن الرائعة أيضا في المذنب. أيوة هذه الطلعات اللي ما نحبها احنا. هذه أعلى قمة في منتزه خرطم في محافظة المذنب. الجميل في هذه القمة مثل ما تشوفون بلدية المذنب جهزت مكان حلو مظلات للعائلات عشان انهم يريحون فيه، وهذا المنظر الرائع لمحافظة المذنب كاملة. وهني مثل ما تشوفون مثل نخيل، زارعين نخيل تحت، وايضا الجهة المقابلة هناك في اشجار حمضيات ليمون، برتقال، يوسف هندي وغيره من الفواكه اللذيذة الحامضة المليئة طبعا فيتامين سي. وأيضاً السارية اللي على يسارتكم هذيك، هذه السارية طولها 60 متر فوق الجبل 60 متر، وتعتبر أطول سارية في محافظة المذنب. طيب نزلت هنا شو اللي طلعني فوق هنا؟ لا نزال في محافظة المذنب وبالتحديد في قرية المذنب التراثية، أحد القرى المعروفة هني، فيها أكثر من 300 بيت وفيها محلات تجارية كثيرة. تعالوا نشوفها. السلام عليكم. السلام. كيف الحال إبراهيم؟ كيف حالك؟ قرية المذنب التراثية قرية قديمة جدا. طبعا قرية قديمة جدا، يرجع تاريخها ما قبل القرن العاشر الهجري. ما شاء الله. هنا. طيب هل أعيد ترميمها وأعيد بنائها ولا هي على حطة إيدي الحين؟ طبعا اللي تشوفون هذا هو بناء أبانا وأجدادنا في الماضي. إحنا بدأنا الترميم عام 1416 تقريبا. نعم. تم افتتاحها بشكل رسمي عام 1426 افتتحها أميرة منطقة القصيم. 2005. حفظ الله ورعاه. نعم. زين إبراهيم نلقي نظرة داخل. تفضلوا أحييكم يا هلا مرحبا. طيب أخوي إبراهيم ليش سموه سوق المجلس؟ والله سبب التسمية لوجود المجلس هذا داخل السوق. أستاذ حسن احنا في بيت ومتحف الغيلان. هذا هو متحف الغيلان وبيته سابقا طبعا. هذا هو بيته سابقا، يسكن أربع عوائل. البيت الصغير هذا يسكن أربع عوائل. عائلة الغيلان لا تزال موجودة؟ موجودة نعم، موجودين في المذنب. ما شاء الله. من أفضل العائلات. ما شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك على الجولة الحلوة هني، وإن شاء الله كل الأصدقاء يجون إذا جو المذنب أكيد يزورون هذه القرية. الله يحييكم ويشرفونا، ونسعد في أي زيارة أو أي وفد أو أي أطفال يزورونا هنا نسعد ونفرح فيهم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. تسلم. محطة أخرى المذنب هيا. منتزه المانعية أحد أهم الأماكن اللي تشد انتباه الشباب من كل أرجاء المذنب وأيضا نقدر نقول القصيم. مثل ما تشوفون المكان مجهز بالكامل، طعس عالي هناك مرتفع وايد. بنروح هناك اكيد، عندنا واحد من الشباب هني متعرف عليه وبياخذنا لقمه هذاك التل. تعالوا وياي. السلام عليكم كابتن صالح. أهلا. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ كابتن صالح الصالح احد رواد رياضه التطعيس السعوديه وسائق معروف في المملكه العربيه السعوديه، بياخذنا انا وانتو بكاميراتنا لفوق هذاك التل اللي طلبتكم اياه قبل شوي. اظن المهمه هينه ولا؟ جدا ان شاء الله. اظن تطلعها وكانك شارب ماي. باذن الله ماي باذن الله ترتاح. قولوا ما شاء الله. خلاص قالوا. يلا فوقه. بسم الله. مثل ما قلنا لكم صالح الصالح محترف في هذه الرياضه، نتمنى انه مو باي حد يجربها. بتكون طبعا تعليمات السلام اول شيء. اكيد اكيد. ها السلام اول. السلام اول. سيفتي فيرست على قولتهم. اذا ننطلق يلا. نحن
مكان رائع، منتزه المانعيه من احلى المحطات اللي مرينا فيها في القصيم. لا تفوتكم رياضه الدفع الرباعي، بس لازم تكون صفحه اللي اكبر منكم. هيا لمحطه اخرى، هيا هيا، ولا انت روح وانا بجيك. هذا منتزه اخر يطلق عليه منتزه البحيره، من المنتزهات المعروفه الخاصه بالشباب اللي موجوده في المذنب. طبعا اللي يميز هذا المنتزه وجود اجهزه يستخدمها الجميع من عمر 13 سنه الى 70 سنه، ويقدرون يجون هنا ويتمرنون طبعا مجانيه 100%. اصلا المنتزه ما فيه ابواب، اي حد يقدر يجي. طبعا مثل ما قلنا لكم في اماكن مخصصه للشباب، وتقام فعاليات مثل ملتقى الشباب في الصيف هنا، وفي اربع او خمس مدرجات هنا، في نوافير وفي غيرها من الاشياء الجميله ومسطحات الخضراء بعد. منتزه البحيره يطلق على هذا الاسم نظرا للبحيره الكبيره التي توسطها، وتتوسط البحيره ايضا نافوره ارتفاعها 42 متر، تم شغاله طول اليوم، يضفونها بس بالليل. فاذا انت مار ويا ربعك حاب انكم تقعدون، جيبوا رفيقكم معاكم، فمن احلى الجلسات هنا في المذنب. قبل ما نطلع من محافظة المذنب خلونا أقول لكم بعض المعلومات عنها. هي تعتبر محافظة ألف. إيش يعني ألف؟ في ألف، في با، في جيم. إذا كانت ألف تعتبر محافظة كبيرة في منطقتها، ومساحتها تبلغ أكثر من 4000 كيلومتر مربع. يعني إذا مسكتوا الشارع من أولها لآخرها وكان شارع ستريت وتمشون سرعة 120، يمكن يبيلكم ساعة تعبرونها من أول لآخرها، فتعتبر كبيرة. والمذنب فيها أكثر من 62 قرية وهجرة، الهجرة تكون أصغر من القرية، وفيها أكثر من 1,000,000 نخلة، يعني عدد دخيل أكثر من عدد السكان، وتشتهر بتمر السكرية الحمراء. هيا إلى مكان آخر. انتهت جولتنا في المذنب، تابعونا في الحلقة القادمة ومواقع أخرى في منطقة القصيم. إلى اللقاء. سؤال المسابقة لحلقة اليوم يقول: أي نوع من أنواع التمور تشتهر بها القصيم؟ الإخلاص، السكري، أم العجوة؟ للإجابة على الأسئلة زوروا موقعنا الإلكتروني www.mbc3.net. اسمك؟ والله ونعم. شو رأيك في مبتسالي احنا عالم؟ فاصل وبنرجع لكم. استانستوا؟ يا حبكم للطنازه ها؟ اذا منتزه ال 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 بالتمر السكري الحبه الحمراء؟ السكريه الحمراء 3-1، معلش غلطتي. المذنب فيها اكثر من 6 واحد اثنين. كنت صغير اقدر، بس الحين شيبت خلاص. ليش بنركز على 3-1؟ يا ترى ليش القصيم تشتهر بالتمور 3-1؟ يا ترى ليش بنركز على جانب التمور في القصيم 3-1؟ انا موجود حاليا بمدينه 3-1، انا موجود حاليا بمدينه التمور ببريده، بريده 3-1، انا موجود حاليا بمدينه زي شو اقول في هذه الساحه 3-1. سلام ورحمه الله. 1-2-3 في هذه الساحه اللي انا 3-1. خلاص راح راح راح. هناك طرق عدة سريعة تربط بريدة بمناطق إرادية. لا تسوي كذا، لا تسوي كذا عشان أضيع. سارعين للمجد والعلياء.